بس الاول احنا يعني نقول احنا فين. احنا في المنطقه في سانت كاترين، في المنطقه اللي بتتطور حاليا. اتعرض عليا المهندس عمرو، عرض عليا محمود عماره، عرض عليا اللي بيتم حاليا. في الحقيقه انا لازم ارفع القبعه ولازم اقول للمهندسين المصريين انا في منتهى السعاده ان انا بلاقي التطور الهائل ده اللي بيتم، اللي اتشرح لي دلوقتي ساحه احتفالات وفندق صديق للبيئه وبعض الفلل وتطوير المنطقه بتاعت مجلس المدينه، وكل الشرطه هتبقى موجوده في منطقه واحده. يعني اتلم الموضوع، اتنظم بطريقه جميله. انا على فكره نازل من الدير سانت كاترين، كنت فوق. طب انا كنت فوق بعمل ايه؟ انا كنت طبعا بكره عيد ميلاد القديسه كاترين. احنا سنويا بنجيب هديه للرجال اللي موجودين في الدين، بنجيب لهم هديه ايه؟ بنجيب لهم سلع تموينيه، سلع غذائيه، عربيه بالكامل مليانه رز ودقيق ومكرونه وشاي وزيت وسكر، كل الكلام ده كله بنروح نديهم الهديه دي سنويا. ومش هم بس، هم ودير السبع بنات على بعد 60 كيلو في منطقه فران، بنبعت برضه عربيه، بيروح رئيس المدينه بقى ياخد العربيه يروح يسلمها في الدير هناك كهديه من المحافظه سنويا يوم 7 ديسمبر. تاني حاجه، في كنا برضو بنطمن على التامين ونطمن على السياحه. في سياحه دلوقتي موجوده في شرم في مدينه كاترين، اللي هم بيجوا اليوم الواحد، اللي هم بيجوا يزوروا الدير وبيطلعوا جبل موسى ويشوفوا الشمس وهي طالعه، وبعدين بيزوروا الصبح، وبعدين بيمشوا على الساعه 11 12 يوميا. فطبعا كان المفروض ان هنيجي برضه نطمن عليهم ونعمل اجتماعات معاهم ونشوفهم ونحسسهم بالامن والامان، المحافظ موجود في وسطهم والنائب المحافظ والسكرتير العام وكل رجال المحافظه موجودين هنا. تاني حاجه ان احنا نشوف التطوير، والحمد لله ان ربنا كرمنا والمهندس محمد عماره شرح لنا اللي بيدور حاليا اعجاز. مش عايز احرق بس اللي هيتم. الدكتور عاصم كان هنا وكان سعيد قوي يوم الخميس وشاف الانجاز اللي بيتم على ارض المدينه، وقال ان المرحله الاولى في شهر ابريل تمام، وهنا هيبقى في مسرح ايضا، ساحه احتفالات ومسرح موجود، ونقدر نعمل فيه حفلاتنا بقى، نقدر نعمل فيه حفلاتنا اللي بنعملها سنويا اللي في مدينه سانت كاترين، نعمل حفله للعالم كله، نعمل كل شهر حفله، نجيب السياح الاجانب ونعمل لهم حفلات ونوصل رسائلنا للعالم للامن والامان داخل مدينه سانت كاترين، داخل الجبل ليلا. كل دي رسائل هنبعتها للعالم ان شاء الله. فانا اطمأنيت. وعلى فكره برضو لازم اوضح دور المحافظه. طبعا دور المحافظه متابعه كل ما يدور هنا على ارض مدينه كاترين. ويمكن الدور ده انا بكلم فيه النائبه بتاعتي، في الحقيقه انا مهندسه وبتطلع وبتيجي وبتبص وبتتابع مع المهندسين هنا، ويمكن كانت موجوده مع اللواء مع الدكتور عاصم يوم الخميس اللي فات. تاني حاجه، رئيس المدينه وكل العاملون في المدينه هنا بيسعوا جاهدين على حل جميع المشاكل الاداريه، جميع المشاكل اللوجستيه. مش كده وبس، المحافظه بقى وعمليات المحافظه ومراكز الازمات اللي في المحافظه بتساهم في دخول كل المعدات اللي انتم شايفينها دي، كل الكراد اللي موجوده هنا، كل المعدات اللي موجوده دي دخلت قانوني عن طريق النفق. مين اللي بيدخلها؟ محافظة ليها دور كبير جدا في تأمينها ودخولها ووصولها لغاية هنا. فده الدور اللوجستي اللي أنا عايز أسلط عليه الضوء. المهندسين شغالين بمنتهى القوة، المحافظة بتعاون، النائبة ليها دور، المحافظ ليه دور، التوعية والتأمين وهكذا. ففي الحقيقة الموضوع ماشي من أحسن إلى أحسن، ويمكن كان الدكتور عاصم موجود وكان سعيد بوجوده الخميس اللي فات وقال كده ان يعني المرحله اللي انتم شايفينها دي في شهر 4، في مرحله ثانيه بقى مجلس المدينه هيتنقل وهيتبني له وحدات والشرطه هيتعمل لها اماكن جديده، وفي كلاب هاوس هيبقى موجود ناحيه الملاعب الخماسيه اللي موجوده عندك، في حديقه، في الكلام ده كله. دي هتبقى مرحله ثانيه ويمكن على اخر السنه ننتهي منها. فكان لازم اتواجد النهارده ونشكر العاملون ونشكر الرجال الاوفياء اللي موجودين هنا اللي بيشتغلوا في عز الحر. وبعدين خلي بالك دول داخلين هيشتغلوا في الساعه، احنا بنشتغل هيشتغلوا في درجه حراره صفر اعتبارا من الاسبوع الجاي. هيشتغلوا، هتلاقي الجبال دي عليها تلج. فلازم نشكرهم، نشكر المهندسين بتوعنا ونقول لهم متشكرين،
وبنقول لهم احنا بنساعدكم واقفين معاكم. ويمكن هو شكر في الاداريات اللي بتقدم ليه في المدينه قبل ما نطلع على الهواء. ده حقيقي. في الحقيقه يعني كله بيقوم بدوره، كل دي توجيهات سياده الرئيس وتكليفات سياده الرئيس، واحنا بنشكر الرئيس وبنشكر الدوله على انها بدات في تطوير هذه المدينه الراقيه الرائعه التاريخيه، عشان يبقى عندنا سياحه دينيه بجد بقى، سياحه دينيه تستكمل برحله العيله المقدسه. يعني رحله العيله المقدسه ما جاتش من جنوب سيناء، جت من شمال، تكمل بقى. يعني رحله العيله المقدسه لما هتيجي تخش، اللي هيجي الرحله ممكن ياخد دي يوز هنا، هو هنا دي يوز، ييجوا ويزوروا الدير وبعدين يطلعوا الجبل وبعدين الصبح يكملوا الرحله بتاعتهم. فاحنا بنطالب وبنطالب السياحه وبنطالب كل المسؤولين على اساس ان لو رحله العيله المقدسه اشتغلت تستكمل برحله لأدير سانت كاترين وزياره جبل موسى وزياره وادي الراحه وزياره استراحه الزعيم. نسيت اقولها، بتتطور وهتفتتح في ابريل زياره استراحه الزعيم انور السادات. احنا كنا عملناها وكنا قدرنا يعني نخرجها للحياه. الدوله بقى ووزاره الاسكان هتعمل حاجه، تعمل ساحه تليق بالزعيم انور السادات. فكل ده في الحقيقه بيتعمل على ارض الواقع، واحنا بنتابعه، والدكتور عاصم بيتابعه، والسيد رئيس الوزراء بيتابعه، ورئيس الجمهوريه بيتابعه. ففي الحقيقه انا بشكر كل العاملين وبشكر كل الرجال المحترمين اللي موجودين واقفين معانا هنا، اللي بيبذلوا الغالي والنفيس وطول النهار موجودين ومتواجدين في حراره، اشتغلوا في الصيف، اشتغلوا في الشتاء، داخلين على التلج. فيعني بصراحه شكرا جزيلا لكل من قام وساهم في هذا العمل.